صباح الخير، معاكم كوتش امين من كروسفيت 962 ومعانا 3 اثليتس من الجيم عندنا. اول شيء فيصل بدير، روان درعاوي، ولؤي الريس. اليوم راح نعمل لكم بعض التدريبات اللي بنقدر نسويها في البيت بدون ادوات بدون اي شيء، عشان زي ما الكل بيعرف هاي الفتره الجيمات مسكره، ففيش محل الواحد يروح يتدرب فيه، فبنحاول نحافظ على علاقتنا ونضلنا ماشيين بنفس السيستم القديم بس عن طريق تدريب بالبيت. فهلا كوتش رواند راح تعمل لنا ديمونستريشن للفور موفمنتس اللي راح نسويهم اليوم، فبدي اياكم تنتبهوا معي على الديتيلز مشان نتاكد انه عم نعمل تدريبات بطريقه سليمه وصحيحه. اوكي، اول شيء راح نعمل تدريب اسمه البيربيز. اوكي، ريدي، 1 داون اند اب. اوكي، نعمل كمان وحده، هولد ذا واي داون اند اب. اوكي، تدريب زي البيربيز بيساعدنا انه بيرفع الهارت ريت تبعنا وبيخلي الجهاز التنفس تبعنا يشتغل بطريقه منيحه. ثاني تدريب حنعمله سيت ابس، حانزل اول ذا واي داون اول ذا واي اب، كمان مره اول ذا واي داون اول ذا واي اب. هذا التدريب طبعا بفيدنا انه بشغل عضلات الكور تبعتنا وهي من اهم عضلات الجسم. ثالث تدريب حنسويه اللي هو السكواتس. بالسكواتس بدي دائما اركز انه مستوى اجري يكون على مستوى كتافي، وبدي التوز يكون شوي لبرا، بعدين بدي انزل اول ذا واي داون بلو ذا نيز، وبدي ظهري زي ما شايفين يكون دائما ستريت، وبدي مستوى الركب ما يتعدى التوز تبعونا، ونطلع اول ذا واي اب كمان 2 ريبس، اجين 2 ريبس اند اب. جود، اخر تدريب اللي هو البلانكس. البلانك هو تدريب بشغل عضلات الكور برضه، حنعمله بهاي الطريقه. بدي احاول اخلي ظهري ستريت، بدي احاول اتنفس من منخاري شوي شوي. اوكي اب. هلا احنا الثلاثه كجروب راح نعمل منظومه تدريبيه اسمها تباتا. تباتا معناته بنعمل 20 ثانيه بنشتغل فيها بنتمرن، و10 ثواني بتكون عباره عن ريست. هذا التدريب بنعادله 4 مينتس، وبنقدر نستخدم اي مجموعه تدريبيه بدنا اياها. يعني احنا اليوم عملنا اكزامبل لاربع تدريبات، بس انت بتقدر تحط ايش ما بدك، اي منظومه تدريبيه، حبله، ركض، اللي بدك اياه. اوكي، فهلا راح نبلش باول تدريب مع الميوزك تاع التباتا. اثليت جاهزين؟ Welcome to Tabata. Here we go in 5 4 3 2 1 go. Round 1. هلا حنعمل سيت ابس. 에어 스쿼트. 3 2 1 go. 10 شوي. خلي ظهرنا ستريت اكثر. نفتح النيز اوتسايد. نرجع بيربيز، حاول هاي الراوند خليها شوي اسرع من الراوند اللي قبل. يو
نقوم. ارمى شوي لقدام، اعمل سكوات هلا. 3 2 1 جو. شد ظهرك كمان، طلع لفوق. ايوه اوكي تايم. يعني هذا التدريب زي ما انتم شفتوا مدته 4 دقائق بس الانتنسيتي فيه بتكون عاليه، فالفائده منه كثير سريعه بتكون. طبعا هذا التدريب انت ممكن تعمل منه جوله، او ممكن تعمل منه جولتين، ممكن تعمل منه 3 جولات، فانت مو محدد بس بجوله واحده، ممكن تزيد الجولات تاعته، وزي ما حكينا ممكن تحط فيه اي مجموعه تدريبيه انت بدك اياها. فهلا حلقتنا الرياضيه انتهت، هلا رح نرجع مع فقره دنيا يا دنيا.